يا هلا فيكم في ترند. نشر الحساب الرسمي لفريق الحرس الملكي صورة لأبطال مملكة البحرين اللي تسلقوا جبل إيفرست قبل صعودهم الطائرة وهم راجعين من النيبال إلى أرض الوطن من عقب ما تمكنوا من صعود أعلى قمم العالم في النيبال، وبتحضيرات استمرت لفترة طويلة. وعلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الصورة وقال حياكم الله في أهلكم وداركم يا أبطال، ومن برنامج ترند نقول لهم كفوا عليكم والله يردكم بالسلامة وانتم رافعين راس أهلكم وبلدكم. تفاعلت العديد من المواقع الأخبارية من خلال منصة إنستغرام مع خبر تصدر مملكة البحرين مؤشر إيرنك جلوبال 150 سيتيز العالمي للجاذبية المالية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، متقدمة على العديد من عواصم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقيس المؤشر مستويات الرواتب وتكلفة المعيشة والرسوم والضرائب المفروضة في كل سوق بهدف خلق تقييم إجمالي للجاذبية المالية. فكرة خيالية تفاعل معاها رواد السوشيال ميديا ويقولون أنها تشبه أفلام الخيال العلمي، وهي عبارة عن بوابة دائرية تحتوي على كاميرات وشاشات كبيرة تبث صور حية بين مدينة فيليونيوس الليتوانية ومدينة لوبلين البولندية. المسافة بين المدينتين تبلغ 600 كيلو متر. هذه البوابة تسمح للناس بأنهم يشوفون بعضهم البعض في المدينتين وبنفس الوقت، وتعتبر جسر بصري يهدف إلى جمع الأشخاص مع بعضهم البعض. مقطع بآلاف المشاهدات في منصة تويتر لاقى دهشة رواد المنصة لسيدة تخاطر بحياتها عشان تنقذ كلابها من الدب بني كان يحاول يدخل حديقة بيتها. ما بطول عليكم، تابع المقطع. الأطفال دائماً يتصرفون بشكل عفوي وبريء ويخلينا نندهش من طريقة تعاملهم وردات فعلهم من المواقف اللي تعرضون لها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة صغيرة تقوم بالترحيب بمجموعة من الأحصنة في الإسطبل. الجميل في الموضوع أنه على الرغم من صغر سنها إلا أنها ما خافت من الخيول أبداً. نتابع المقطع. تفاعل عدد كبير من محبي البرجر مع مجموعة من الصور المنتشرة بأشكال غريبة ويمكن تكون خيالية، مثل برجر بالآيس كريم أو برجر بالسباجيتي أو حتى بالماكن تشيز. ما بطول عليكم، تابع الأصوات. وبهالخبر مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، وقبل لا أودعكم أدعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون برنامج ترند وباقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV & Radio. مع السلامة.